بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، ما زال المنبر يتفاعل مع الأحداث، وهذه المرة ليذب عن عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. هذه المرة المنبر يتفاعل مع الأحداث لبيان هذه الحملة المسعورة من الشيعة الروافض على أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق زوجة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والمبرأة من فوق سبع سماوات. لعلكم طالعتم وسمعتم هذه الحملة المسعورة من الروافض وممن سار على ركابهم وعلى ضربهم من العلمانيين ومن المنافقين، طعنا في أم المؤمنين عائشة وفي أبيها والفاروق وسائر الصحب الكرام والأئمة الأعلام، لطعننا في ديننا، لطعننا في روافد ديننا، في أعلام ديننا. نعم، وهذا من الخبث والمكر بمكان، والحمد لله رب العالمين. لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم، بل أقولها بصراحة، إن هذه الحملة رحمة بكل المقاييس. فكم تكلمت هذه الدعوة المباركة، دعوة السلفية ذو زمن بعيد، وبينت وحذرت من عقائد الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، تلك العقيدة الخريبة العفنة في كتاب الله عز وجل، والذين يزعمون أنه محرف وأن القرآن الكامل في السرداب سيخرج يوما ما مع إمامهم. كم تحدثت هذه الدعوة المباركة عن فساد عقيدتهم في سنة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكم بينا ذاك الاعتداء الغاشم المسطر في كتبهم عن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، وكيف لم يكفرونهم إلا سبعة. وكم تحدثنا عن اعتقادهم الفاسد في أئمتهم الاثنى عشر الذين يزعمون أنهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون وأنهم أفضل من الأنبياء والرسل. وكم تكلمنا في هذا وحذرنا، ولكننا كنا نسمع كلاما يلمع له في الإعلام ينادي بالتقارب معهم، وينادي بهذا القول المفترى أنهم مذهب خامس لا نختلف معهم في شيء من العقيدة. وكم سمعنا عن انبهار كثير من المسلمين ببعض الانتصارات المفبركة مع يهود ومع أعداء الإسلام للتلميع والتضخيم من شأنهم،
وسمعنا من يهلل من أهل السنة لتلك الانتصارات المزعومة التي كانت بين الحين والحين للتلميع لهم ولصرف الأنظار لهم وعن أهل السنة والجماعة. فالحمد لله رب العالمين أن الأمر وضح وضوحا جليا. فالشيعة كما تعلمون يتقنون التقية والتعريض، وما كانوا يصرحون بالذي قلنا، لكنه موجود لمن اطلع على كتبهم وعلى مراجعهم يعرف هذا جيدا. لمن كان عنده مسحة من علم شرعي يعرف هذا الكلام الذي إليه أشرنا، وهو مسطر في مراجعهم بلا أدنى شك، موجود لمن أراد أن يطلع عليه. لكن لإتقانهم التقية والتعريض والخبث والمكر والدهاء والحيل والخداع والأساليب الملتوية دلسوا على كثير من المسلمين فطالبوا بالتقارب وقالوا ما قالوا كما سمعتم. لعل هذا من فضل الله ومن رحمته لكشف أولئك الناس، لبيان حقيقتهم على مرأى ومسمع من الدنيا بأسرها. هؤلاء القوم الذين لو طالعتم التاريخ لرأيتم أنهم سبب لنكبات المسلمين في كل زمان ومكان. من قرأ سيعلم ماذا صنع ابن العلقمي حينما تعاون مع التتر لإسقاط الدولة العباسية، وقتل آنذاك أكثر من 2,000,000 مسلم في بغداد المسلمة عاصمة الخلافة. ومن طالع التاريخ الحديث سيرى ما صنع علاوي والمالكي حينما وقعت الخيانة وساعدوا الأمريكان فدخلوا لتحطيم قوة مسلمة لمصلحة يهود لها ما لها من المكانة في أرض الواقع. نعم، ولقد أعطوا المكافأة، فترك الأمريكان المكان بحذر وببعض الترتيبات للشيعة ليتمتعوا بالكعكة، لكنها فارقة من قوتها ومن إمكانياتها، هكذا لمصلحة يهود كما تعلمون. الحمد لله رب العالمين أن ظهر من بعضهم هذا الكلام واضحا وجليا، وهذا ولا شك من بركات آل أبي بكر رضي الله عنهم. أقولها بصراحة وأنا أستحضر بعض المعاني، مررت بأثر صحيح عن أسيد بن الحضير الصحابي الجليل الأنصاري المعروف الذي له مكان عظيم عند المسلمين. في غزوة من الغزوات خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقترع بين نسائه وكانت عائشة عليها الدور، وفي طريق العودة سقط عقدها، فنادى على الصحابة أن يبحثوا عنه، فانشغلوا بالبحث عن عقد عائشة لعلمهم بحب رسول الله لها كما سنبين. فلما قضى وقتا طويلا دخلت الصلاة وكاد الوقت أن يخرج، وفي المكان لا يوجد ماء وليس معهم ماء، فكان موقفا عصيبا لأنهم يتعلقون بالصلاة الصلة بالله تبارك وتعالى. فنزلت تلك الآية المباركة لرفع المشقة والحرج عن المسلمين، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا إلى آخر الآيات. فقال أسيد لها جزاك الله خيرا يا أم المؤمنين، ما نزل بك أمرا تكرهينه إلا جعل الله فيه خيرا، إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل الأمة فيه بركة. نعم، إن آل أبا بكر نعم قدموا الأمة من الخير الكثير والكثير، وكان بسببهم وبسبب الاعتداء عليهم أن كشف أهل النفاق على حقيقتهم كما في حادثة الإفك التي تعرفونها وقد نمر عليها. نعم، لما لاك المنافقون ما لاكوا وأشاعوا ما أشاعوا واتهموا عائشة في عرضها طعنا فيها وفي رسول الله وفي أبيها، انظر، واضطرب الموقف واستمر أكثر من شهر، وأصيب صلى الله عليه وسلم بالحزن والهم والغم من كثرة ما يتناقل أهل النفاق عن عائشة رضي الله عنه ويعلم أنها بريئة، نزلت الآيات تبرئها وتبين براءتها من فوق 7 سماوات، وتكشف للمسلمين طباع المنافقين أنهم محترفي إشاعات ومحترفي تدليس ومحترفي تزوير ومحترفي اتهامات. نعم، من باب الحرب النفسية لتحطيم المعنويات لرسول الله
ولأبي بكر ولأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزل القرآن يبين بركة هؤلاء القوم. نعم يا عباد الله، نقول إن هذا الحدث رحمة بكل المقاييس، كشف بوضوح وبجلاء عقيدة القوم ومسالك القوم وطرق القوم في محاربة هذا الدين العظيم وتدمير أصوله فضلا عن فروعه. أقول لك إن هذا الاتهام الذي ظهر على وسائل الإعلام لعائشة رضي الله عنها وطعنها في شرفها ليس بجديد ولن يكون الأخير، ولكنه بركة من بركاتها رضي الله عنها حتى نتعرف على الشيعة على حقيقتهم. إن الطعن في عائشة في الحقيقة إخواني إنما هو طعن في كتاب الله عز وجل، طعن في هذا الدين ككل تدميره. حتى نرجع لأمتهم نستقي منهم، لأنهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون كما يزعمون وكذبوا والله. إن الطعن في عائشة طعن في القرآن، القرآن نزل ببراءتها من فوق 7 سماوات، فهل نصدق القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟ هل نصدق قول الله عز وجل إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أنه لا يصل أحد أن يحرفه أو يقدم فيه أو يؤخر أو يزيد عليه وينقص منه؟ أبدا، ليس ممكنا أبدا لأي أحد إلى قيام الساعة أن يفعل ذلك. هل نصدق القرآن أو نصدق أولئك النفر الخبثاء المكرة الفجرة والذين يكفرون بهذا القول بعد إقامة الحجة باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع، لأنهم بذلك يكذبون القرآن. تحدث ربنا تبارك وتعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. انظر إلى هذه المعاني وتأمل فيها جيدا، بل هو خير لكم، معنى راقي ومعنى عظيم، يبين لك أن في الحدث خيرا بكل معاني الكلمة. لكل امرئ ما اكتسب منهم من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، إلى أن قال سبحانه وتعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، أي هذا الاتهام، إلى أن بين بموعظته البليغة سبحانه وتعالى للمؤمنين يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. أي من عاد لاتهام عائشة ليس من المؤمنين بحال من الأحوال، احفظوها جيدا، يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إلى قيام الساعة إن كنتم مؤمنين. لأن هذا من حب إشاعة الفحشة في المؤمنين، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. راجعوا الآيات التي تتلى لقيام الساعة تبرئ عائشة وهم يكررون المعاني ويكررون القول يشهدون على أنفسهم بعدم الإيمان والله. لكننا لما تعلمنا أن نفرق بين النوع والمعين نقول كلهم يكفر بعد إقامة الحجة عليه باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع لتكذيبه بكتاب الله عز وجل. نعم هذا معنى من المعاني المهمة التي ينبغي أن تبسط وتعرض وتوضح وتبين للناس. إن الطعن في عائشة عباد الله إنما هو في الحقيقة طعن في رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تقولون كيف ما طعنوا في رسول الله، هم يطعنون في عائشة فقط؟ أقول انتبه يا مسلم، انتبه وتدبر للمعاني والكلام. إن من طعن في عرض عائشة، إن من طعن في إيمان عائشة واتهمها بالكفر والشرك والزندقة وما شبه ذلك إنما يطعن في رسول الله، لأن رسول الله ما تزوجها من نفسه، إنما جاءت الأوامر من الله بذلك كما صح في الصحيحين وفي السنن، نعم في المسانيد ذلكم كما في الحديث الصحيح عند مسلم وغيره أخبرها أريتك في المنام يأتي الملك، نعم يأتي الملك بصورتها 3 ليال في سرجة، يعني قطعة من حرير، سرجة من حرير، فأنظر فإذا أنته فأقول إن يكن هذا يمضيه الله تعالى تبارك وتعالى. نعم، وجاء في سنن الترمذي من حديث ابن أبي مليكة رضي الله عنه يقول جاء جبريل عليه السلام بصورته في خرقة خضراء من حرير يقول لرسول الله هذه زوجتك في الدنيا والآخرة،
فيفعل ويتزوجها لتدعيم علاقته بالصديق الذي بذل وضحى وقدم الإسلام ما لم يقدمه غيره رضي الله عنه وأرضاه. نعم لقد أحبها رسول الله حبا عظيما، ومن طعن فيها طعن في عقيدة رسول الله. قد تقولون كيف هذا كلام خطير، طعن في عقيدة رسول الله في أصل الولاء والبراء، لأنه ما كان صلى الله عليه وسلم ليحب كافرة، وما كان ليحب فاجرة، وما كان ليحب زانية، لأنه يعلم عقيدة الولاء والبراء أكثر منا جميعا. أتشكون في ذلك؟ هذه عقيدة. فكان يحب حبا عظيما. يأتي عمرو بن العاص من سرية كان قد أرسله فيها، فيجلس بين يديه بعد أن دخل في الإسلام حديثا بعد الفتح، فيجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، اسمع، فيقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحب الناس إليه، ظنا منه أنه سيقول هو، لأنه يعني أرسله في سرية وأبلى بلان حسنا وقدم وكذا، فقال: سألته عن أحب الناس إليه، فقال: عائشة. فقلت: من الرجال يا رسول الله؟ قال: أبوها، ثم من؟ ثم عمر، إلى آخر الحديث. أليس هذه شهادة موجودة في الصحيحين متفق عليه هذا الحديث؟ ماذا تقولون في ذلك؟ أليست هي التي أحبها من أعماق قلبه كما وسطت أمهات المؤمنين فاطمة رضي الله عنها في أن تذهب لرسول الله تعاتبه في أن حبه لعائشة، حبه القلبي، يبدو واضحا وجليا والناس كلهم يتكلمون عنه من الصحابة؟ نعم، ينشدنه العدل في الحب القلبي، وإلا فهو يعدل في المبيت والنفق وما شابه ذلك. فدخلت فاطمة فكلمته، فقال: أي بنية، ألست تحبين ما أحب؟ قالت: بلى يا رسول الله. قال: فأحبيها. فأحبتها رضي الله عنها. أليست هي التي جاءت أم سلمة إلى رسول الله في أمرها بنفس شكوى أمهات المؤمنين الأخريات عن هذا الموضوع؟ لما كانت أم سلمة النبي كلمناها لتكلمه في هذه القضية، فكلمته مرة فلم يرد، الثانية فلم يرد، الثالثة فلم يرد، وفي الرابعة قال: يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، لا تؤذيني في عائشة، فوالذي نفسي بيده ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كن إلا هي. انظر، كان ينزل الوحي وهو في لحافها. انظر إلى هذا الفضل العظيم والشرف العظيم. أليست هي الذي بشرها ابن عباس ترجمان القرآن من أهل البيت كما يزعمون؟ انظر، دخل عليها في مرض موتها فسلم عليها وبشرها: ألست حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وما كان صلى الله عليه وسلم ليحب إلا طيبا. الله أكبر، افهموا يا سادة، وما كان صلى الله عليه وسلم ليحب إلا طيبا. ثم بشرها: وكنت فبكت وقالت: وددت أني كنت نسيا منسيا. سأحدثك عن ترجمة عنها في لقاء آخر لتعرف من هي، لست في صدد الحديث عن بيان ترجمتها. أليست هي التي أجمع الصحابة على حب رسول الله لها وتقديمها من حيث الحب القلبي عن غيرها، بدليل في صحيح البخاري: كان الصحابة رضي الله عنهم يتحرون بهداياهم لرسول الله يوم عائشة. لماذا تفعلون ذلك؟ قالوا: لعلمهم بحبه لها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كل هذا من الأدلة التي تؤكد أنه أحبها. فيا عباد الله، هل يقبل أن نزعم أو أن نقول أنها فاجرة كافرة ورسول الله يحب هذا الحب؟ أما يكفي أن تعلموا أنه أحبها إلى آخر نفس في حياته؟ اسمعوا هذا جيدا. لما مرض المرض الذي مات فيه وكان يعدل في المبيت، فكان يحمل حملا بين أصحابه لكل امرأة في ليلتها، فجمع نساءه وطلب هذا الطلب وشفع هذه الشفاعة: يعني بالإمكان أن أطبب عند واحدة من كن، أيسر لي في التنقل، لأنه من الصعوبة بمكان. ولم يصرح، فتكلمت الفقيهة أم سلمة، قالت: علمنا أنك تريد عائشة، ونحن نوافق بالإجماع نزولا على رغبتك ومحبتك. فكان يطبب في بيتها رضي الله عنها حتى نالت ذاك الشرف العظيم الذي تقول فيه: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي بين سحري ونحري صلى الله عليه وسلم، أي على صدرها، مات على صدرها. ولها الشرف
أن آخر شيء دخل في جوفه كان ريق عائشة رضي الله عنها، لما دخل أخوها ومعه سواك نظر إليه ظنت أنه أعجبه فأشار إليها فأخذته فاستاكت به تلينه ثم وضعته تسوكه صلى الله عليه وسلم، فكان آخر شيء دخل بطنه ريق السيدة عائشة رضي الله عنها ودفن في بيتها رضي الله عنها. بالله عليكم عندنا قاعدة شرعية تقول لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، تحفظونها جميعا، هذا في حقنا نحن، فما بالكم برسول الله؟ لو كانت كافرة فاجرة زانية فيها وفيها، هل كان يكتم؟ هل كان يدلس؟ هل كان لا يتكلم بالقضية؟ والله لا يفعل ذلك أبدا، إن هذا من الطعن في شخصه صلى الله عليه وسلم. دع هذه جانبا، ما رأيكم؟ هل ربنا تبارك وتعالى يحابي أحد من خلقه؟ هل ربنا تبارك وتعالى يؤخر البيان عن وقت الحاجة؟ هل لو كانت فاجرة كافرة زانية أن يبين أمرها في القرآن كما بين عن امرأة لوط في حربها له مع قومها إلى آخر المعاني؟ هل كان يمنعه شيء من ذلك؟ لا والله أبدا، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فلم يتكلم صلى الله عليه وسلم ومات في حجرها بين سحرها ونحرها، ولم ينزل القرآن يبين حقيقة الأمر. هل نصدق الشيعة الآن أنها كافرة فاجرة زانية فيها وفيها؟ أعوذ بالله من الخذلان، إن هذا من غضب الرحمن على أولئك النفر الذين تعدوا. انظر إلى هذا الموقف العجيب، رسول الله في حديثة الإفك يصاب بالهم والغم والحزن لما يسمع. أصعب شيء إخواني أن تطعم في أهلك، في أهل بيتك، وأنت تعلم أنهم براء من كل ذلك، ويسمع الكلام وكان حزنا عظيما. فجاءه عمر فجلس بجواره، وكان عمر فقيها كما تعلمون، وكان عمر محدثا كما تعلمون، وكان ملهما، وكان ممن يعني له مكان عظيم الذين نزل الوحي بتأييدهم في أكثر من 20 موطنا. قال يا رسول الله سؤال، فسأل من زوجكها يا رسول الله؟ من الذي زوجك عائشة؟ سؤال عجيب. قال الله. قال عمر أنا أظن أن الله دلت عليك فيها، سبحانك ربي هذا بهتان عظيم. فنزلت الآيات. انظر إلى هذا المعنى العظيم، تأمل الآن، قف عند هذا المعنى وانظر إليه بعين الاعتبار، وقل لشيعة الرافض كذبتم والله وكفرتم إن لم تتوبوا وترجعوا كما وعدكم تبارك وتعالى. اسمع، يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. إن لم تتوبوا من هذا الزعم ومن هذا القول فأنتم عندنا من الكفار نوعا، نعم، أما تعيينا فهذا يكون بعد إقامة الحجة باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع. عباد الله، احذروا هذا المنهج الخبيث والتلميع والتضخيم من شأنه والإغراء والإبهار بما عليه، فهذا من مكر الباطل بمكان. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما عن أمنا رضي الله عنها وأرضاها، إن كان في العمر بقية سأترجم لها في اللقاء القادم ترجمة سريعة، أعرفك على فضلها ومكانتها وعلمها وزهدها وورعها وحيائها وبذلها وصيامها وقيامها ومكانتها بالنسبة لهذه الأمة باختصار شديد قطعا، وإلا يحتاج إلى سنوات هذا الكلام. لكنني مرة أخرى أؤكد على معنى مهم، أقول لأولئك الذين ينادون ولا زالوا ينادون ولم يقتنعوا حتى الآن ولم يرجعوا حتى الآن ويطالبوا بالتقارب بين السنة والشيعة، توبوا إلى الله، كفاكم لعب، كفاكم استهزاء بمشاعر المسلمين، كفاكم لعب بعقائد المسلمين. أما انتبهتم الآن لما يقال؟ أما قرأتم الموجود منذ أزمان بعيدة؟ توبوا إلى الله، كفوا عن هذا العبث. إيش هذا التقارب الذي تنادون به وهم يطعنون في كتاب الله وفي رسول الله وفي أصحابه الكرام من 10 المبشرين بالجنة؟ بل من كل الصحابة لم يسلم منهم إلا 7، والباقي عندهم كفار والعياذ بالله تعالى.
كيف تطالبون بالتقارب مع أولئك النفر وهم الآن يقيمون عيدا لأبي لؤلؤ المجوسي المجرم الذي قتل عمر رضي الله عنه فرحا بقتل عمر أمير المؤمنين، وهم الذين يدعون صباحا ومساء على أبي بكر وعلى عمر، انظر جهارا نهارا الآن كما سمعتم في وسائل الإعلام، وتقولون نتقارب، أي تقارب إن هذا يا سادة؟ اتقوا الله عز وجل. وأقول للذي صرح أنه مذهب خامس لا نختلف معهم في العقيدة، يا رجل اتق الله، بعد أن يتهم كتاب الله بالتحريف وهو الذي يقول فيه سبحانه وتعالى إن نحن نزلنا ذكر وإن له لحافظون، وتقول لا خلاف بيننا وبينهم في العقيدة، ومتى يكون الخلاف إذن؟ وعلى ما يكون الخلاف إذن؟ إذا كان طعنوا في كتاب الله وطعنوا في رسول الله وطعنوا في الأئمة الأعلام من الخلفاء من الراشدين كما تعلم، ماذا تنتظر بعد ذلك؟ تقول وتشيع في وسط المسلمين أنه مذهب خامس؟ نعوذ بالله من الخذلان. اللهم عليك بكل من لوح بهذا وزعم هذا ودعا لهذا يا رب العالمين، أين فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين؟ عباد الله إياكم أن تنخدعوا، إياكم أن يدلس عليكم. وفي هذا الصدد أقول اطلبوا العلم، تعلموا، اقرأوا أقوال أهل السنة والجماعة عن عقيدة الشيعة بأكملها وخصوصا الاثنى عشرية وما فيها من خرافات وتحريفات وخزعبلات وما فيها من كفر صراح لا يحتاج إلى كثير كلام. اقرأوا يا عباد الله، كتب موجودة متوفرة في كل مكان. الشيعة خطر داهم، إياك أن تغتر ببعض الانتصارات المبركة المزعومة. نحن لا ننخدع ولا يخدعنا أحد بفضل الله تبارك وتعالى إذا ما عدنا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله وإلى صحبه الكرام كمقياس لكل زعم ولكل قول ولكل إعلان ولكل كلام في هذه الدنيا. إذا عدنا لهذا الضابط اكتشف الأمر كل من اقترب وقرأ ونظر وتدبر المعاني. تعلموا العلم الشرعي، الزموا العلماء من العاملين من أصحاب المنهج السلفي المبارك وهم بكثرة والحمد لله في كل مكان، الزموهم لتتعلموا وتتعرفوا على حقيقة الشيعة وعلى خطورة الشيعة وعلى عقيدة الشيعة وعلى ما ينتوي الشيعة. ندعو الله تبارك وتعالى أن ينتقم لأمنا بفضله تبارك وتعالى. اللهم انتقم لأمنا أم المؤمنين عائشة يا رب العالمين. اللهم أرينا في الشيعة الاثنى عشرية عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم انتقم لشرفها ولفضلها ولمكانتها من نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم دافع عنها كما وعدتنا إن الله يدافع عن الذين آمنوا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم عليك بالكافرين والمنافقين، اللهم عليك بالكافرين والمنافقين. اللهم خذهم جميعا أخذ عزيز مقتدر. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أصلح حال نساء المسلمين ورجال المسلمين وشباب المسلمين وشيوخ المسلمين. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أجمع شملنا، اللهم أجمعنا على قلب رجل واحد يا رب العالمين. اللهم اجعلنا كالبنيان المرصوص. اللهم اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة وأعتذر عن الإطالة.